ريم البارودي، خسرت الكثيرين لأنهم لما كذابة. كان في أكتر من كده يعني. عندك الجرأة والشجاعة تقولي هم مين؟ لا، وفي ناس يمكن مش معروفين يعني على فكرة، ولازم يبقى كله من دول. مش معروفين في الحتة دي، مش معروفين. أنت قايلة من الوسط، وحد في الوسط مش معروف. على فكرة أنا في ناس كتير برضه مش من الوسط. أنا بصي، أصل بعد بابايا، أصل الفرح والطلاق والجواز والترندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود. ساعة الزعل وتشك تشك تشك ده مش موجود، ما بتلاقيش غير الحقيقيين. أنا واحدة بس اللي وقفت، بس هي زينة فقط، هي دي اللي وقفت معايا. محدش واقف معايا. ده في ايه بقى؟ وقفت معايا في جنازة اللي هي أهم من العزا، عشان العزا تشك 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 تشك، لكن الجنازة أنا ما حدش عندي توافق. طب ولما الناس ما تقفش معاكي، ده عيب في الناس ولا العيب منك؟ لا، العيب مني، أنا بعضهم. ما تقلبيش الحلقة هزار. أنا ما بهزرش، أنا بعض. لا، طب أنا عايزاكي تجاوبيني، اديني إجابة. عيب مني في إيه؟ بشكل واضح، الناس اللي حواليكي اللي خذلوكي دول كلهم، لا مش كلهم، العيب منهم يعني ولا منك؟ اللي خذلوني دول، لا، العيب مني أنا، لا أطاق. الحمد لله، الحمد لله. ليه لا تطاق؟ لا أطاق، أنا كده شخصية عصبية. يعني زي ما بيقولوا عليكي في الوسط الفني إن أنت مغرورة وشايفة نفسك على زمايلك، بيقولوا عليكي كده، وعشان كده مالكيش أصحاب. أنا كل الناس صحابي وكل زمايلي صحاب. انت مش لسه بتقولي لي من شويه انها لما كدابه؟ لا، انا بقول عن لما كدابه، وممكن يبقوا جوه الوسط وبره الوسط. دول خلاص كانوا زحمه حواليا، دوشه حواليا، عايزين ياخدوا اضاءه. ريم، انت شايفه نفسك على زمايلك؟ عمري عمري. ليه ناقصه؟ شايفاني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ ليه؟ انا ريم البارود. لا، شايفه نفسك انك انت شايفه نفسك نجمه كبيره. كل واحد يشوف نفسه اللي هو عاوز يشوفه. طب ما انا مش كده بسالك، بقول لك انت شايفه نفسك على وانا زمايلك. هخش دلوقتي وانا بصور دلوقتي مع ايمان العاصي اقول لها انا نجمه كبيره؟ لا، ما حد مش لازم انك تقولي. امال ايه؟ معنى جبت سيره ايمان العاصي؟ لان ايمان كانت برضو معايا في العزا، وايمان كانت طول الوقت بتسال عليا، يعني دي نجمه وطن عربي كل الناس بتحبها واحنا طالعين، يبقى عنديش اي حد في الجيل ما طلعتش مع حد غير ايمان. يبقى اكتر حاجه يبقى اشوف بقى نفسي على ايمان. او انا سمعت قبل كده ان انت كنت مرشحه لدور ايمان العاصي في مسلسل لا. جعفر العمده. لا، ما حصل. وما ترشحتيش لاي دور في المسلسل. لا، ده ما حصل، ما حصل. طيب ماشي. وعلى فكره عايزه اقول لك كمان، زميلاتي بيحبوني جدا وانا بحبهم جدا. ولما شويه تقولي لي لما كدابه، لا، وشويه تقولي لي بيحبوني، وشويه تقولي لي بيحبوني. انت بتخلطي، مش كل الناس هتجتمع. طيب يا بسمه، الناس مش كلها هتحبك، مش مطلوب مني ان كل الناس تحبني. على كلام يجيب الخلط، حددي. لا، طيب لا، انت اللي عايزه مخك اللي يجيب الخلط، عاشقه الخلط. حددي حددي. طيب ما انا بقول لك احدد اسامي. ريم، انت ليه عايزه اسامي يا حبيبتي؟ انت ليه عايزه اسامي؟ ريم، عندي 50% عندي 50% بيحبوني و 50% بيكرهوني. ريم، لكن اشوف ما نفسي. ما تقوليليش انت ومش انت. انت عارفه انا مركزه بسمة. كويس قوي على فكره، انا ما بخافش. بسمه، انا كنت بخرج من المدرسه ومش هغير اسئلتي. والله العظيم انت بتقولي اي حاجه. انت عارفه انا كنت بخرج من المدرسه اشتغل في البرلمان الصغير، عارفه الاستوديوهات دي انا متربيه فيها، عارفه لما جيت هنا قناه. أيوة، عايز تقولي ايه؟ عارفه لما جيت هنا قناه إيه النهار بسلم على الناس فيه؟ يبقى اشوف نفسي في ايه واتغري في ايه؟ ايه علاقه اللي انت بتقوليه؟ انت بتقولي بتتغري على زمايلك. طب يعني انت ما بتتغريش؟ عارفه طبعا اصل المشاهدين ريما ما تتغرش على زمايلك. وزمايلك طيب بيحبوكي؟ اساليهم بقى، ما تجيبيهم وقعديهم واساليهم. افرضي هي مبينه لي انها بتحبني وهي بتكرهني او بتغير مني. مش عندك الحاسه السادسه؟ لا، بشوف من العين زي ما انت كده بتحبيني. انا شايفه انك طيب بتحبيني. شوف شوفي انت بتعملي ايه، بس عارفه انك بتحبيني.